بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، ورضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى، وعن من سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وارض عنا معهم يا رب العالمين. الدعاء من أعظم وسائل قربات العبد إلى ربه، فإذا كان هذا الدعاء في المواطن الشريفة وفي العبادات العظيمة وفي الأماكن التي شرعها الله عز وجل زاد فضله وأثره ومكانته وإكرام الله تعالى لمن دعا به بعون الله وفضله. فمن أماكن ومواطن استجابة الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة، بعد أن يؤذن المؤذن وإلى أن تقام الصلاة. هذا وقت مبارك يستجاب فيه الدعاء، ورد فيه الحديث عند الإمام الترمذي: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. من أماكن ومواطن استجابة الدعاء وأوقاته الشريفة الكريمة وقت ثلث الليل الأخير الذي يتجلى الله تعالى فيه على عباده فيناديهم: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل كذا هل كذا، إلى أن ينفرق الفجر. فالدعاء أيضا في هذا الوقت المبارك عظيم ينبغي أن لا يترك. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي قيام الليل بعد أن كبر في السن، ويقول من حوله من خادمه وغيرهم: أسحرنا، يعني دخل وقت السحر وهو ثلث الليل الأخير في قسمه الأخير أيضا. فإن قال له لا تابع صلاته، فإن قال له نعم بدأ يدعو الله تعالى. الله تعالى قال: وبالأسحار هم يستغفرون. من الأوقات المباركة التي يحسن فيها الدعاء الدعاء في وقت الإجابة يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة يجاب فيها الدعاء، وقد اختلف أهل العلم فيها، فورد فيها أقوال كثيرة. أشهرها ينبغي للإنسان أن يلحق هذه الأوقات ليدعو فيها: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وقيل حينما يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الخطبة. هذه ثلاثة أقوال هي أشهر الأقوال في ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة، ورد في الحديث الصحيح: وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء لا يدعو عبد بها ربه إلا أجيب له. فهذه أوقات مباركة يوم الجمعة يحسن بالإنسان أن يكثر فيها من الدعاء. ومن المواطن التي يستجاب فيها الدعاء إن أخلص الإنسان لله تعالى السجود. كان رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، فكان يخدمه ويأتيه بحاجاته، ويبيت أحيانا قرب بابه، بحيث إذا احتاج شيئا في الليل أسرع لتبليغ وتنفيذ طلبه. قال: فكنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قريبا من حجراته، أخدمه، فكنت أسمعه يقول في الليل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فقال لي يوما: يا ربيعة سلني، يعني أطلب مني شيئا مكافأة على خدمتك. يقول ربيعة رضي الله عنه: فنظرت فإذا هذه الدنيا فانية منقطعة، وإذا الآخرة هي الدار، يعني هي دار القرار والمستقر والبقاء الدائم. فنظرت فإذا هذه الدنيا فانية منقطعة، وإذا الآخرة هي الدار،
فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. ألهمه الله تعالى أحسن طلب، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأخرج الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يطيل السجود حتى يكون سجوده قريبا من قيامه، وقيامه في الليل كان طويلا جدا يقرأ فيه أجزاء عديدة من القرآن، فكان سجوده كما وصف الصحابة قريبا من قيامه، يعني في الطول والمدة. فما كان يفعل فيه بعد أن يسبح يدعو، طبعا يسبح كثيرا. ورد أن السيدة عائشة قالت كان يتأول القرآن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. قال إيش يتأول القرآن؟ الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي. فكان يسبح ويدعو كثيرا في السجود. وهذا هو المجال الذي أريد التركيز عليه، السجود. السجود يا أيها الأحبة، أسجد بين يدي الله وناجه وافتح قلبك بمناجاته، واذكر عجزك وتقصيرك وذلك وكل حاجتك إليه، وواظب على هذا مدة، وبالله عليك أخبر نفسك أو أخبر من حولك إذا شعرت بشيء. قال بماذا سأشعر؟ ستشعر بمشاعر لم تشعر بها في حياتك كلها. إذا ناجيت الله تعالى في السجود وفرغت ما في قلبك من حوائج دنيوية وأخروية، فرغ ما في قلبك. يا رب أنا لا أستطيع أن أربي أولادي. قال في السجود. إيه في السجود؟ قل له هذا، قل يا رب أنا لا أستطيع على نفسي، أنا نفسي تغلبني يا رب، أنا لا أستطيع قيام الليل، أنا بخيل، أنا مقصر، أنا مذنب، أنا عاجز عن فعل كذا، أنا أجد في نفسي مثلا حبا للشهوات فأخرج حب الشهوات من قلبي. ناجه بكل شيء تشعر أنك مقصر فيه، واطلب منه كل شيء تحتاجه وتبتغي منه الزيادة من الخير، من خيرات الدنيا ومن خيرات الآخرة ومن خيرات الدنيا فيما أحله الله تعالى. كل شيء ما شئت افتح قلبك. الآن كثير من الناس يقول إذا وجد صديقه أو جاره ممن يحبه فعلا فيقول يا أخي أريد أن أفاتحك بما في قلبي، سأحدثك بهمومي. حدث ربك قبل جارك، حدث ربك قبل غيرك. قال هو يعلم السر وأخفى، نعم، ولكنه يحب الملحين في الدعاء، ولكنه يحب المنكسرة قلوبهم عنده، ولكنه يحب الذين يتزللون بين يديه. ناجي الإله بمقلة فياضة ما خاب ويم الحق من ناجاه، فهو الرحيم وعبده تحت القضاء ولحكمة لابتلاء بلاه. فافتح قلبك بالله عليك في السجود، في أي سجود كان. لذلك قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول جليل عظيم، قال يصح الدعاء في السجود في كل الصلوات فرضا كانت أو نفلا بكل شيء يريده الإنسان ما لم يكن إثمه. كل شيء في الفرض والنفل عند إمامنا الشافعي مطلقا، وعند عدد من الأئمة كذلك، وباقي الأئمة قد يكون عندهم تفاصيل أخرى لن أذكرها الآن. فلا بأس، وافتح بما شئت من أدعية الدين والدنيا والآخرة، واطلبها من الله عز وجل، وتململ وتذلل كما يتململ الطفل الصغير بين يدي أمه. هكذا
استشعر نفسك هكذا. قلت أحد شيوخنا رحمه الله تعالى حدثنا بقصة أثرت في نفسي، وكان هو حينما يذكرها يتأثر فيخشع ويبكي. قال: خرجت للحج للمرة الأولى في حياتي، والقضية قديمة وكان شيخنا مسنا، يعني قضية من زمن طويل. قال: فلما جئت إلى عرفات للمرة الأولى وجلست فيها بدأت أدعو الله تعالى، ثم وقع في قلبي أن أسجد لله تعالى. قال: فسجدت ولم أدري ما قلته في ذلك الوقت، ولكني لم أستطع أن أمسك نفسي فانفجرت بالبكاء حتى صار الناس ينظرون ما الذي أصاب هذا الإنسان، إيش أصابه، وصرت أشكو إليه قسوة قلبي وضعف علمي وقلة عملي وكل شيء أشعر بالتقصير والعجز فيه، فأشكو إلى ربي ذلك. قال: فوجدت في نفسي حلاوة ولذة لا أزال كلما أذكرها أبكي حينما ذكرتها، لأنني لم أجدني. وهذا حقيقة يا أيها الأحبة يقول لنا: فشعرت كأني طفل صغير بين يدي أمه. سبحان الله. والإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة فناجى ربه: يا رب أنت أرحم بي من أمي وأبي، وهما أرحم الرحماء في الدنيا علي، فأنت أرحم بي منهما، وأنت أكثر عفوا ومغفرة وإكراما وإحسانا لي منهما ومن غيرهما، فسله وقلبك متوجه ومتيقن بأنه سيعينك ويكرمك. وأكد على هذه الفكرة يا أيها الأحبة، لأني أسمع كثيرا من الإخوة يشكو من مصائب الدنيا أو يشكو من تقصيره في مجال دينه، فأقول: في مجال الدين والدنيا والآخرة سل مولاك وفي السجود تحديدا، وناجي بقلب مفتوح مستشعر معنى الذل الخالص. كان يقول هذا الشيخ رحمه الله من جملة ما يقول، يقول ناجي في السجود من جملة ما يستذكره من ذلك الدعاء أنه قال، يقول: قلت في سجودي: يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل ومن للذليل سواك، يا غني أنت الغني وأنا الفقير ومن للفقير سواك، يا كريم أنت الكريم وأنا الفقير ومن للفقير سواك، يا غفور أنت الغفور وأنا المخطئ المذنب ومن للمخطئ المذنب سواك، من لنا إلا الله عز وجل. وحق لنا أن نتململ بين يديه، وهو الذي قال لنا جميعا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا كان الذين أسرفوا على أنفسهم لا يقنطون من رحمة الله، فيرجو الإنسان، وإن كنا لا نزكي أنفسنا ولا يصح أن نزكي أنفسنا أبدا، ولكن نقول: إن كنا نحن نحاول بعض العبادات فإنا نرجو، إذا ما دام المسرفون يرجون ولا يقنطون فإنا نرجو قطعا أن الله تعالى سيستجيب لنا، ولكن حقق معنى العبودية الخالصة في قلبك لتجد رحمات الله تعالى تنزل عليك. اللهم افتح مسامع قلوبنا لطاعتك والقرب منك، والحمد لله رب العالمين.